حاليا خلال برنامج صباحنا غير وعلى طيلة أيام الشهر الفضيل. كل يوم رح يكون معنا دكتورة من اختصاصة معين لنقدم لكم كل المتعة والفائدة. ومساحتنا لليوم اخترناها لنضوي على الغذاء الصحي والسليم يلي لازم نلتزم في خلال الشهر الفضيل. شو المواد الغذائية يلي لازم نشحن فيها جسمنا؟ شو الأشياء اللي لازم نبتعد عنها؟ كلها رح نعرفها هلا يا ليا. أكيد نرمين، يعني بيتخربط جسم الواحد كله على الصيام وعلى على الفطور وبالسحور. شو لازم ناكل وما بين الفطور والسحور؟ نقرشات وقصص حلويات واكلات طيبه. تمام، كل هدول العادات الخاطئه في التغذيه رح نناقشها سوا، وايضا نحكي عن يمكن اهم الاغذيه يلي لازم نستعين فيها بدل المواد اللي فيها كثير من السكريات او المواد يلي بتعطش. بدنا نستقبل معنا اليوم دكتورة نوال سلوم، اختصاصيه بامراض الجهاز الهضمي و الكبد. صباح الخير دكتورة نوال. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم. رمضان كريم. بداية دكتورة خلينا نحكي عن الأسلوب أو الغذاء الصحي اللي لازم كنا نستقبل في شهر رمضان الكريم. هلا شهر رمضان اللي بعتبره هو فرصة، مثل ما هو مناسبة ليتقرب الصائم من ربه بالطاعة، كمان هو فرصة للجسم ليستعيد توازنه وليتخلص من السموم خلال فترة الصيام عن الطعام والشراب. كمان بيعطي فرصة للجسم انه يتخلص من السموم، والانسان يتخلص من العادات الغذائية السيئة والعادات الصحية اللي كان غير صحية اللي كان متعود عليها، وعلى رأسها التدخين وتناول الوجبات الدسمة وتناول الكافيين والمنبهات وما شابه. افضل اسلوب لنستقبل رمضان والافطار هو الاعتدال بكل شيء. انا برايي ثلاث اساسيات على الصائم انه يتبعها حتى يمضي شهر منيح خالي من المشاكل الصحيه بشكل اساسي. هي اول شيء الاعتدال بالطعام، ثاني شيء توزيع الوجبات على فتره الافطار بين الافطار والامساك، وثالث شيء وهي الاهم التركيز على وجبه السحور. هي شغلة كتير ضرورية بما تتميز هالوجبة من أهمية خاصة مشان تحمي الصائم أثناء النهار من تعرض للعطش ونقص السكريات ونقص الطاقة، ولازم تكون لها مواصفات معينة هلأ بنحكي عنها شوي. نعم دكتورة، بالبداية هيك خلينا نحكي شوي، يمكن خلال فترة الصيام بيكون شخص ماله صائم ماله حيل يتحرك، بيكون ما عنده طاقة وإنرجي انه هو يقوم بشغله، بتحسي انه لا لازم ضل نايم، ما عندي نشاط، ما عندي شو هي يمكن ابرز الأغذية او ابرز العادات يلي لازم نحن تعطينا طاقة؟ تمام، هلا من ابرز المشاكل اللي بتعرض لها الصائم بعد الافطار هي الخمول. هلا بسبب هي السبب الاساسي هو الوجبات الكبيره، الوجبه الدسمه اللي عم ياكلها، يعني الوجبه الكبيره الدسمه بعد فتره طويله من الصوم هي السبب الاساسي بالخمول، بسبب بطء بالهضم. يعني كمان المشاكل الهضميه كثير اللي بتجينا برمضان هي اغلبها عسر الهضم والتخمه، يعني الانتفاخ والتخمه والخمول، خمول اساسي. انا برايي انه افضل شيء هو انه يبلش افطاره الصائم بكميه قليله من السوائل، خصوصي المي، مع كم حبة تمر لما يتمتع فيه التمر من خصائص سكريات بسيطة وألياف، بحضر معدة الصائم، بعدين يريح نص ساعة على الأقل، بعدين يأكل وجبته الأساسية، واللي لازم دائما تكون يعني قليلة الدسم. أنا يعني بركز على الأساسيات إنه لازم الوجبات تكون دسمها كتير قليلة، بعد عن الأكل الدسم، وكمان طريقة الأكل، يعني اللي يأكل ببطء ما يأكل بسرعة، الأكل السريع بنهم وإقبال على الأكل وتنوعه كمان بيضايق، بيعمل عسرة هضم، وهذا هو اللي بيؤدي للخمول. هاي سبب أساسي. نعم دكتورة، كتير ركزت على موضوع تقسيم الوجبات، يعني نحن عليها بنعرف في عنا فطور وسحور، يا ترى في بيناتهم ساعتين ثلاثة، شو هي الوجبات؟ أكثر من ساعتين ثلاثة. أكثر من ساعتين ثلاثة. إيه؟ شو الوجبات أو العناصر الغذائية اللي لازم تكون موجودة، وبعد قديش من الإفطار؟ تمام، هلا الإفطار الأفضل شيء إنه قبل الإفطار مثل ما حكينا وقت بداية الإفطار نشرب مي، كاسة مي وكم حبة تمر، ممكن صحن شوربة، يريح نص ساعة بعدين يأكل الوجبة. لازم الوجبة تكون تحوي نشويات، بروتين وألياف، هاي شغلة مهمة كتير،
ويأجل الحلو لبعد ساعتين على الأقل، لأنه الحلو كمان عم يسبب، لما عم ناكله بعد الأكل بعد الوجبة كمان عم يضايق. يفضل بين الإفطار وبين السحور يكون في وجبتين سناك خفيف، وجبات صغيرة مثل فواكه، مثل مكسرات، مثل وجبة خضار، أو كمية أجبان أو ألبان قليلة الدسم، منتجات الحليب قليلة الدسم كمان، هاي ممكن تعطينا طاقة. والسحور لازم يكون متأخر قد ما كان، قد ما بيقدر، وغني بالألياف وغني بالبروتين وقليل السكريات والدسم، لأنه الدسم بتبطئ كتير هاي. وفي سر حلو كتير، السر التخفيف من العطش للصائم هو الأكل الغني بالبوتاسيوم. أنا بنصح بالمأكولات، يدور الصائم على المأكولات الغنية بالبوتاسيوم، لأنه البوتاسيوم عنده القدرة أنه يحفظ توازن السوائل ويقلل إحساس المريض بالعطش، مثل الموز، مثل التمر، مثل الطماطم، البندورة، الكيوي، المشمش، منقوع المشمش أو المشمش المجفف، وكتير إلى. وكمان يخفف من الأكل المالح، الملح، بعد عن كل مصادر الصوديوم الملح، لأنه كمان هيدا تزيد شعوره بالعطش. هاي هي الأساسيات حتى الصائم ما يحس بالتعب ولا الخمول، وكمان نفس الوقت يصوم برياحة، ما يتضايق ولا يعطش ولا يحس به. دكتورة، يمكن أبرز مشاكل الصائمين هي بصير معهم حرقة بالمعدة من بعد الفطور، خلينا نحكي عن هي النقطة يمكن سبب، خاصة هلأ بهذا الطقس، يمكن الصائم أو قبل ما قبل شهر رمضان، هذا الطقس كتير مؤذي للمعدة وعم يسبب حرقة. نحن أوريدي الحرقة المري هي سببها القلس، قلس المعدة المريئي، ونحن بكل أحوال حتى غير وقت الصيام ننصح المريض اللي عنده قلس، القلس ممكن يكون سببه فتح حجابي، ممكن يكون ضعف في عناصر الفؤاد، ننصحه انه ياكل وجبات صغيره وعديده. فهي الشغله ما انا ممكنه عند مريض اثناء فتره الصوم بالنهار، فممكن نحن ننصحه انه ياكل باعتدال، ياكل على الجالس، ما ينام بعد الاكل مباشره، ويجزئ وجبه الفطور مثل ما حكينا، ويبعد على كثير ما قد ما بيقدر عن الاكل اللي بيخفف بيضعف معصره الهي، على راسه التدخين والكحول والقهوه، الكحول اكيد ممنوع، والقهوه والدسم. فمجرد انه طبعا هاي راح يخف كثير الشعور بالحمضة مع اللبن الاكل الاكل كثير طبعا. دكتور يعني حكيت عن عناصر غذائيه لازم تكون، وذكرنا البوتاسيوم، ذكرنا المي، ذكرنا كثير امور. خلينا نحكي اليوم عن خصوصيه بالذات التمر والجوز، خصوصا بساعات الافطار الاولى. يمكن في نصحتينا بكاسه المي يمكن نبلش فيها، ولكن في اشخاص بيقولوا لك صار عندي حرقه بعد كاسه هالمي، او صار عنده مشكله هضميه، يا ترى ما تقدر ياكل تماما؟ هي بتختلف من جسم لاخر، من جسم لجسم. هلا انا بنصح كل صائم يبلش افطاره بكاس من الماء مع 4-5 حبات تمر. التمر له خصوصية، أول شيء السكريات البسيطة اللي فيه، ثاني شيء غناء بالألياف، ثالث شيء غناء بالمعادن، معادن كتير بحاجة لإلها الصائم. فهي تركيبة التمر بالذات كتير مريحة، بتهيئ المعدة لتستقبل طعام الإفطار. الجوز كمان سألتيني عن الجوز غني جدا بالمعادن، غني بالحموض، الحموض وعلى رأس الحموض الأمينية والدسمة، على رأس الأوميجا 3، وغني بالطاقة والمعادن نفس الشيء، فبيعطي طاقة كتير بس بدنا ننوه لنقطة، يعني نحن لما نقول جوز أو تمر ما نكون مثلا تمر مقلب سمنة أو جوز بقلب الحلو كل شيء رح نقدمه رح يتقدم للصائم لازم يكون خالي من الدسم. يعني حتى الاكل انا بقول له انه بدك تاكل حلويات، يفضل تاكل حلويات مشويه ما تكون مقليه، قد ما بيقدر يبعد عن الدسم، هو بيكون رح يضل مرتاح. وبالنهايه الاكل الغني بالالياف، يعني الحميه الغنيه بالالياف رح تساعده وبتعطيه شعور بالشبع وما تخليه يجوع. دكتوره نوال، نحن كثير بدنا نتشكرك، وان شاء الله ما حدا بيصير عنده مشاكل على يعني بعد الافطار، وشكرا كثير لكل النصائح اللي قدمتي لنا اياها. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها.